التحقت ببرنامج موهبة إثرائي الأكاديمي وحدة العلوم الطبية الحيوية، تعرفت على الطب بشكل أكثر وأوسع. هذه أول مرة أدش فيها موهبة، والتحقت باختبار مقياس موهبة، وأول مرة أشارك في هذا البرنامج. أثر علينا اجتماعيا وعلميا، تعرفت وتعلقت بالطب والعلم بشكل أوسع وأكثر. أطمح أن تكون موهبة معي بكل خطوة من خطوات حياتي القادمة، وإن شاء الله أدخل كلية صحية في جامعة الملك سعود. أشكر موهبة وجامعة الملك سعود والمنظمات والمتطوعات والمدربين على هذا العمل الجميل.